هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. شد فريق الوداد الرياضي يومه السبت الرحال صوب مدينة الدار البيضاء لمواجهة حسنية أكادير اليوم الأحد في تمام الساعة 7:15 في محاولة من أبناء الركراكي البقاء ضمن متصدري الدوري الاحترافي ومواصلة حصد سلسلة النتائج الإيجابية التي تتمثل في الفوز ولا شيء غيره. وليحقق المراد بدأ فريق الوداد الرياضي اللقاء بالتشكيلة المعتادة: تقنوتي في حراسة المرمى، باقي اللاعبين كل من العملود إلى جانب داري كومارا وعطية الله في الدفاع، أما وسط الميدان فكل من جبران الحسوني والجعدي، في الهجوم بن الشاوي المترجي وموسوفا. وبهذه التشكيلة تمكن رفقاء الجعدي من الفوز وتحقيق المراد بهدف وحيد في الدقيقة 20 من بداية اللقاء، هدف عجز الفريق السوسي في تحصيله على أقل تقدير للتعادل. وبهذا الفوز يستمر فريق الوداد الرياضي بالظهور بالعلامة الكاملة في البطولة الوطنية إنوي. قلبي يجولك شمعة تبرك عبر غشير وجهك. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.